متأخري. فإذا كان صلى العيد الصباح وروح الدار وخليها راحت وفطر وكذا، شنو المانع باش يمشي يرجع للجمعة؟ فمش حتى مانع، بل بالعكس باش يربح ثواب الجمعة، وهي سنة مؤكدة وربي يتقبل من الجميع إن شاء الله. ربي يتقبل منا الناس كل. هذا في علاقة بالتساؤلات من قبل عدد من المواطنين. السؤال هو اللي كان جانا واللي كانوا سألونا فيه عليه برشا ناس، هل يمكن الاستغناء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ فالإجابة واضحة، إذا كان الظروف الكل ملائمة وإذا كان أنت قادر باش تمشي تصلي صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة تمشي وتقوم بالواجب نتاعك. به هذا في علاقة بهذا السؤال. اليوم عيد، نحكيو شوية على صلة الرحم ونستغل حضورك معنا الشيخ محسن التميمي. اليوم واجب علينا زادة باش نعودوا صغيراتنا على صلة الرحم، وتكون فما زيارات بين الأهالي والأقارب والأصدقاء زادة كيف كيف. هو هو كذلك، هو العيد هذا هو عيد التسامح، عيد الرحمة، عيد المودة، عيد المحبة إلى آخره، اللي ديما نسمعوا فيها الكلمات هذه، أما ماذا بينا نجسموها؟ شنو نجسموها؟ مادام عيد التسامح والتزاور وصلة الرحم، نجسمه بصلة الرحم، يزور الإنسان أقاربه ويزوروه، واللي عنده مشكل مع غيره ما يزول هذه المشكلة ذاك، ونهزوا صغارنا بخلاف اللعب وكذا، هذا نهزوم الأقارب. وعندك العادة الطيبة اللي نرغبوا صغارنا باك اللي يسميوها المهبة، ولكن العيد العياد هذيك وكذا، فلبسوهم وزوروهم الأقارب باش يتعلموا صلة الرحم من الصغر. هذا هو اصل العيد، العيد عيد موده ومحبه وعيد فرح وسرور. هذا هو. ولذلك حتى ربما يتعجب الانسان كونه دخل سيد ابو بكر رضي الله عنه، دخل دار الرسول اللي فيها بنت سيد ابو بكر، ماهيش السيده عائشه. هي بنت ابي بكر وزوجة الرسول. عليه الصلاه والسلام. دخل ابو بكر باش يزور بنته السيده عائشه، يلقى زوج بنات يغني في دار السيد عائشة، يعني في دار الرسول. ما حبش أبو بكر، قال كيفاش غناو في بيت الرسول؟ اسمع الرسول، قالوا لا خليهم يا أبو بكر، هذا يوم فرح ويوم غناء ويوم سعادة، فخليهم، يعني دلالة على أنه يوم فرح ويوم استبشار ونصفيو قلوبنا زادة كيف كيف. وحتى حتى كان متغشش على واحد ولا هو متغشش عليا، بيسالش نبادر انا ونمشي ونكلمه ونعايد عليه. ها، وخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام، خيرهما. واحد يقول ما يبدانيش هو، لا، قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام وخيرهما الذي يبدا صاحبه بالسلام، فيزور ويسامح ويسلم. وتوا حتى اذا كان ما يمشالش مباشره هاو الهواتف والمسنجرات وكذا، ينجم، فما كل الظروف متيسره بالتواصل، التواصل بين العائلات، بين الاقارب، بين الاصدقاء. وان شاء الله عيد سعيد على الجميع، وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل المشاكل ومن كل الاوزار. امين. شكرا لك الاستاذ والشيخ محسن التميمي على كل هذه المعطيات. سؤالنا الاول كان هل يمكن الاستغناء بصلاه العيد عن صلاه الجمعه، والاجابه كانت واضحه، اذا كان كل الظروف ملائمه باش نجم تقوم بهذا الواجب انك تمشي وتصلي صلاه الجمعه، فراهي صلاه يعني صلاه الجمعه تكون قائمه، دونك صلاه العيد لا يمكن الاستغناء من خلالها على صلاه الجمعه. دونك الاجابه كانت واضحه في علاقه بصله الرحم. نتصور ما فماش ما احسن من هكا، النجم نسمعوا امشي وعيدوا على الاقارب، عيدوا على الاصحاب، عيدوا على الاحباب، هزوا صغيراتكم، عودوا صغيراتكم بصله الرحم، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم اجمعين. سينا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في هذا البرنامج الخاص بمناسبه الاحتفال بعيد الفطر المبارك.